محمد ناصر عندك انا قلت لك انها مو اساه لهم او يا سلام الان بس بنجيبها بطريقه يعني معبره تكريم ابن الشهيد ومواساته لا سجيت والله اني ماني تكريم ابن الشهيد ومواساته او زي كذا خلنا نقول ولا تشجيعه تكريم تكريم وتشجيع ابن الشهيد هذا في الاستراتيجي تكريم هذا في الاستراتيجي تكريم طبعا انتم لازم تحطون ببالكم ان المبادره هذه بنسويها بالقريه أو تبونها برا القرية؟ لا 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 هي في مبادرة وطنية لكل من يقول إني أنا مواطن. حنا بنبدأها في القرية، حنا بنسويها في القرية. ولكن حنا نطمع أن الناس كلهم يقومون بها، من يعرف له ابن شهيد يكرمه. زي كذا. حنا في قريتنا بنستضيفهم، حنا بنطلب من الإدارة إن شاء الله يستضيفونهم. ونسوي لهم تكريم يليق إن شاء الله بأبناء الشهداء ويليق بالشهداء رحمة الله عليهم. طيب. لكن الآن الهدف الاستراتيجي تكريم ابن الشهيد وإثبات جميل هذا اللي هو إيش؟ يقول لك الهدف الاستراتيجي وضح الهدف الاستراتيجي الرئيس شو المبادرة الهدف الاستراتيجي كيف يعني؟ يعني الهدف الأساسي الهدف الأساسي إيه؟ وشو اللي إحنا بندعيه؟ وشو اللي بندعيه ابن الشهيد هذا؟ أول حاجة لجبر خواطرهم لا ليش صبر دقيقة خلنا في يدك أنا جاي يا حبيب أخوه خليه يا حبيب أخوه أنا جاي أول حاجة أنت لابد تتكلم عن مشاعر هذا الطفل اللي فقد أبوه ترى مو بشيء بسيط طيب زين أول حاجة لجبر مشاعرهم زين وتنمية حب الوطن في قلوبهم ها وتعويضهم عن فقدان الأب تعويض صعب طيب لا شوف تعويض تدري احنا وش قلنا تعويضهم بالوقفه طيب الوطنيه ابى اقول لك تعويضهم بالوقفه أو, او 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 اسمع او تعويضهم بالاهتمام طيب صل على النبي مواساة ابن الشهيد وتكريمه يا سلام تراها سهله طيب ليش ما يكون تكريم ابن الشهيد ومواساته لان المواساة قبل التكريم لا التكريم قبل والله المواساة قبل تكلم عن المشاعر يا اخي في البدايه احنا هذا كلها مشاعر بس هم الان في فخر هم الان رافعين رؤوسهم انا ما اتكلم عن الفخر انا اقول لك مواساة لابن الشهيد ها قبل الفخر هو حزين هو حزين على فقد ابوه صح انه ابن الشهيد طيب ها شلون يا ابو عبد الله ساعدني يا اخوي مواساة تحسس احيانا لا الهدف الاستراتيجي مواساة ابن الشهيد وتحسس ان الوطن واقف معي يعني وش انا اقول لكم انها مواساة ابن الشهيد اي بالله تكفى الله وجهك مواساة ابن الشهيد وتكريمه احس انها وتكريمه شامل وتكريمه من قبل الوطن كامل شامل وتكريمه من قبل اصبر احنا ما خلصنا الحين الهدف الاستراتيجي انا عارف عشان بس انا اتذكر انه عندنا اشياء بعد الاهداف الفرعيه الاهداف الفرعيه تقدر تقول مواساة ابن الشهيد وتكريمه وما ادري ايش تحط لك اهداف 4 5 6 اي بس حاول انك ما يكون في تكرار عندك اوكي طيب الان نقول مثلا مواساة ابن الشهيد وتكريمه افضل ترى افضل من تكريم طيب يلا اللي تشوفه مواساة ابن الشهيد مواساة ابن الشهيد وتكريمه طيب اللي بعدها هو شيء الأهداف الفرعية الأهداف الفرعية كم المفروض حط اللي تقدر تحطون 3 4 5 طيب الأهداف الفرعية نقول مثلا 1 يا رفع أنا مندوش مع الباقي دي إلا شطر عشان بكمل بجيك بعض يلا أوكي. نقول مثلا في البداية نتكلم عن أبوك خلنا بنجيب إثبات نبغى مثلا اول نقطه نتكلم عن عن حفظ جميل الشهيد علينا كمواطنين طيب وش رايك الاهداف الفرعيه 1 اول شيء معرفه اسماء الشهداء وابنائهم وش رايك وضح الاهداف الفرعيه للمبادره المجتمعيه وارتباطها بالهدف الاستراتيجي أي. لازم تكون مرتبطة بالهدف الاستراتيجي طيب مواساة ابن الشهداء أذكر يا لب قلبك إيه مبرد أنت أسبوعين يلا درجها أنا من مواساتهم وتكريمهم أنه يذكر اسمه واسم أبوه فهي ذكر اسم الشهيد وابنه كتكريم لهم خلاص اكتب وش رأيك تم
اوكي ذكر اسم الشهيد وابنائه. اثنين. يا لا ما انت معنا انت. صرف نفسك. لا لا مو معنا. احسبك ما احسبك معنا ادورك ذا الليله ما انت معنا. شو يقول؟ اه. فوزنا هذا الاول. بيض الله وجيهكم. انت معنا. اترك اللي نجحتنا. اسمع. شهيد وابنائه. خلنا نقول تعزيز تعزيز طبعا هو الآن أبوه كان عنده ولاء للوطن لأنه كان عسكري صح ولا لا؟ نعم. الابن الآن راح الأب وبقى الابن، خلنا نقول تعزيز حب الوطن لأنه هو موجود الحب لأنه أبوه كان عسكري. تعزيز حب ابن خلنا نقول إن هذا الابن نبغى نعزز حبه نعم للوطن. نعم تعزيز الحب والفخر بالانتماء لهذا الوطن. اي بس خلنا نقول لازم نذكر ابن الشهيد. طيب تعزيز الحب والفخر بالانتماء لهذا الوطن لابن الشهيد. تمام تعزيز اسمع تعزيز حب عفوا تعزيز تعزيز حب ابن الشهيد. لحظة لا الحمد لله غلط كذا. انا اقول لك تعزيز تعزيز الحب والفخر والانتماء لهذا الوطن عند الناس كلهم عند ابن الشهيد وعند الناس. يقول لك لا الان خلينا نقول احنا عندنا اشياء كثيره ممكن يعني نمحورها ونسجلها مثلا بالرؤيه بالرساله عرفت مثلا العباره اللي انت قلتها ممكن نخليها رؤيه الرؤيه حقتنا تعزيز الحب الرسالة. لكن الان خلينا نقول نسجلها هنا احتياط بس شوف شوف الهدف الاستراتيجي وسجلنا مواساة ابن الشهيد وتكريمه. يا سلام الآن نبغى الأهداف هذه توضيحها.